سنة غير الناس كيهضروا وانا عجبتني من ناحيه المراه تكون عندها الوليدات غتشرد هي وليداتها احسن ديك الدار تلقى لها الراجل لا تفاهموا راه مزيان على حساب الوليدات تفاهموا واش راه المراه ضروري غتبقى لها الدار هي والولاد ماشي دوك الولاد غيضيعوا وكاع الناس كيهضروا انا حيت كنضل كنبيع القهوه الحمد لله بائعه متجوله والحمد لله كنجي كنسمع الناس قالوا ها قالوا راه كاينو كاين حتى انا سمعت بحالي بحال كاين عجبتني صراحه حتى انا بوت ولدي ما عقلش عليا فهمتيني انا راه ولدي هزيته باقي صغير الحيمه ما عقلش عليا ما عقلوش عليا الظروف راني هزيت كنت كندير خياطه وليت مشطر وجفاف وليت الحمد لله اللهم لك الحمد شكون يعقل عليا اللهم لك الحمد انا بغيت هاد القضيه ولدي دخلته داخلي دابا عليك وقفوا معايا الناس محسنين اللهم لك الحمد المدونه كنسمع الاشاعه ديال المدونه ديال تكون عندك الدار وتخويها والمراه تسكن فيها هذه اشاعات ما عرفنا منين جابوهم واش كاينين يتبصح ولا شنو هذا راه الله يرحمنا جات عتاب ولا الله يخليها راه ديجا قالتها غنوريكم مدونه تعرفوا المدونه ولا نقولها لكم انا احسن واحد الا كانت هذه المدونه وفيها هذا الشيء تخدم وتخلي لها الدار وتخلي لها كل شيء احسن بلا ما يتزوج وفعلا نيت راه الزواج راه ما بقى زواج وما بقاش الناس راه كيتزوجوا ما والو ولا الطلاق اكثر من الزواج فاش غتزوج تزوج بالسبع ولا مراه هذا المدونه اشاعات راه كل شيء كيقولها فين ما مشيتي الناس القهاوي والناس كيقولوا كاين المدونه لا الا تزوجتي تخلي لها الدار الا تزوجتي لا طلقتيها ما هادي اشاعات راه كاينين اي واحد سولتيه كيهضر لك على هذا الشيء ديال المدونه السيده مسكينه اللي ما عندهاش راجلها اللي مطلقه اللي مخلي لها وليدات يعني تقدر تمشي تجيب شي ورقه مسكينه بلا ما تبقى تسنى الراجل انه يجي عادي يمكن لها تاخذ ديك الورقه فهمت من واحد الناحيه اخرى خاصني الانسان ما يستغلش ثاني هذه المدونه بشكل عقليه اخرى واش فهمتي كل تقدر تبغي تلعب على الراجل مثلا تبغي تزوج بيه غير على حساب الدار وديك 20% وفهمتي حيت كاينين هاد النسبه هادو بزاف وكاينين ثاني اللي لا كاينين الانسان كاينين بنات الناس باغيين يتزوجوا باغيين يتستربوا يعني ما على بالهمش يعني هاد المدونه غتجيهم كما قلتي غير اصحاب دايزه يعني عادي شوف مواقع التواصل الاجتماعي سمعنا في الاخبار ولكن الاغلبيه كيقول لك غير اشاعات يعني ما كاينش شي حاجه مؤكده واش فهمتي يعني باقا شي حاجه ما متاكداش يعني غير باقي غير الانسان سمع في مواقع التواصل الاجتماعي واشنو دير هادشي باقي ما طبقش الا طبق العالم الله يعني اغلبيه النساء راه عجبهم هادشي جاوهم على الكانه واش فهمتي اما قلت لك زوينه بالنسبه للمراه اللي مطلقه واللي ما عندهاش راجل يعني تقدر تنفع وليداتها بزاف د الحوايج واش فهمتي يعني ما غاتسناش الراجل حاليا الخطاب الملكي كان واضح البلاغ الملكي كان واضح انه انشاء مؤسسه فيها رئيس الحكومه ووزير العدل وجوج ديال الاشخاص وهذوك جوج اشخاص تيبينوا ما تغيرش في المدونه الاحوال الشخصيه في ما هو ثابت من الشريعه الاسلاميه ولكن ما هو جات من مشاكل تقنيه كثيره اما اللي كان الخوف عنده هو ان التغيير اما قضيه ان غادي ياخذوا منها 20% وهذا كلام ساقط لان هذا الشيء ما نجحش هذه الامور هذه ما نجحات في الفلسفه ولا في المناهج والاحكام ديال الدول الغربيه هذا ساقط ما كاينش اللي غادي تبقى غادي يكون تعديلات هنا فين كنعطيك مثلا النفقه اذا كان وقع طلاق فهنا الا ما تيخلصش يمشي الحبس ومن تيخلص الحبس الدوله تتخلص عليه والاولى اجتماعيا تخلص على ذاك السيد ما عندوش نفقه فكاين واحد مجموعه الحيثيات من تتكلم وهبي على قضيه العلاقه الرضائيه وترفض الزواج ديال القاصر راه من العلاقه الرضائيه غادي يتزوج بها غادي يدير ثبوت الزوجيه فهنا هنا بعض المرات كاين شي وحدين تيبغي يدخلوا في الامور الزواج خصهم نفهموه الزواج هو ميثاق غليظ مسؤوليه ما بين الطرفين وبيناتهم واحد الفضل فما ما كاينش صراع ما بين الرجل والمراه هذا الحديث اللي تتكلموا عليه هي اللي تتكون فيه اولا الطلاق ثم خوف من الطلاق ما كاينش الزواج وتتكثر العنوسه وهنا عاوتاني نتكلموا على قضيه التعدد لماذا غادي يحبسوه هي اراده شخصيه فكثير من الامور ينبغي ان تراجع بمفهومها الشرعي ولهذا الضمانات الملكيه لانه امير المؤمنين في خطاباته وضح التماسك الاسري وضح بان لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا فالاوامر داخل المدونه اللي بقات من الصرح الديني الشرعي للدوله الاسلاميه غادي تبقى ثابته غادي تكون تغييرات اللي هي تقنيه كما اشار اليه البلاغ الملكي.